غدا عن الكونجرس غدا وقرعة بطولة كأس العالم. زميلنا خالد رزق من قطر يدينا الأجواء. مساء الأنوار يا خالد، اتفضل. مساء الانوار عليك كابتن مدحت، ومساء الانوار على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان من دوله قطر واجواء وكواليس عن الكونجرس الفيفا النهارده، وايضا عن اجواء غدا باذن الله قرعه كاس العالم. يعني هبدا بالكونجرس النهارده، يعني يمكن كابتن مدحت كان بموجود النهارده وفد مصري بيتكون من الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري، وايضا كابتن حازم امام والاستاذ وليد العطار والحاج عامر حسين، يعني كانوا متواجدين بعد ما رجعوا من السنغال. يعني وصلوا على قطر على طول، ما كانش في اي راحة خالص للبعثة بالتأكيد، ولكن كان النهارده بيتواجدوا في الكونجرس. كان في بعض الاحاديث مع المسؤولين في الفيفا عن الشكاوى اللي قدمت بالتاكيد لمباراه منتخبنا الوطني امام السنغال. يمكن اطلعت ايضا على الملف او الشكوى المقدمه، هي شكوى كابتن مدحت موجود فيها كل التفاصيل بكل اشياء، يعني كل الصور والفيديوهات و البنود اللي موجوده، الاشياء اللي حدثت بالتاكيد واللي تابعناها كلنا مع حضراتكم والاتحاد المصري في حديثي معاهم عن ايه المتوقع من هذه الشكوى او ايه المنتظر من هذه الشكوى. هم اتكلموا معايا على ان ده واجب الاتحاد المصري ان هو يعمله، لعيبه منتخبنا الوطني عملوا اللي عليهم وحاولوا بكل ما اتوا بقوه، ولكن بالتاكيد كان هناك ظروف صعبه جدا عاشها المنتخب الوطني وكل شيء دون. يعني يمكن في شكوتين تقدموا بيهم، شكوى في قبل بدايه المباراه بسبب احداث تاخر منتخبنا الوطني والاحداث اللي حصلت خارج الاستاد، وايضا شكوى بعد المباراه بما حدث فيها من كل شيء، من زجاجات ومن ليزر ومن كل شيء. ويمكن في اخر بند موجود في الشكوى كان مكتوب ان يعني كان هناك مباراه تم اعادتها ما بين مصر وزيمبابوي في سنه 94. يعني هم بيقولوا ان الاتحاد ان هو يعني ينظر الى هذه الشكوى ويشوف ايه اللي ممكن يتعمل فيه، وهم مش منتظرين او مش متوقعين رد معين من الفيفا او مش منتظرين شيء معين، ولكن هم بيعملوا كل عليهم بكل قوه. اكيد الاتحاد عنده قوه وعنده اشياء كتير بيقدمها للدوله المصريه بالتاكيد بعد حزننا الشديد على خروج منتخبنا الوطني. ايضا كابتن مدحت، الحزن اللي موجود مش في مصر بس ومش في الشعب المصري بس، ولكن زي ما احنا تابعنا وشفنا كل الصحف العالميه وكل نجوم العالم بيتكلموا عن ما حدث لمنتخبنا الوطني وللاعبي منتخب الوطني بالتاكيد، وطالبوا بلعب الفير بلاي او اللعب النظيف بالتاكيد، وايضا الشعوب العربيه والجاليات العربيه الموجوده في دوله قطر وحديثهم معانا بعد انتهاء المباراه وحزنهم الشديد على عدم وجود منتخبنا الوطني وعلى ما تعرض ليه منتخبنا الوطني في هذه المباراه القاسيه جدا بالتاكيد. ايضا لو اتكلمنا عن الكونجرس النهارده، كان في بعض الاشياء اللي تم اصدارها النهارده، وهو اعلان اللغه العربيه كلغه رسميه للفيفا بجانب بالتاكيد اللغات الرسميه للفيفا، وايضا يمكن جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم ان هو رشح نفسه رسميا في الجوله القادمه باذن الله. ايضا كان في بعض الاشياء الميزانيه واشياء اخرى في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي كانت موجوده في اليوم. ايضا بكره ان شاء الله هتكون قرعه كاس العالم في الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، هتكون الساعة 6 مساء، وهيكون موجود اللي هيجروا عملية القرعة كافو واحد من نجوم المنتخب البرازيلي، وايضا لوثر ماتيوس نجم المنتخب الالماني، ويكون معاهم ايضا ست نجوم اخرين، وهم بيكونوا الحاصلين على اكتر عدد مشاركات مع كاس العالم. ايضا كابتن مدحت، يعني هناك اجواء يعني في دوله قطر بالتاكيد استعدادا لهذه البطوله، يمكن الاجواء اللي موجوده كلها من استعدادات ومن ملاعب ومن رفع اعلام ومن قرعه ومن اعلان الكره الرسميه لبطوله كاس العالم، وغدا باذن الله هيكون اعلان ايضا لتميمه كاس العالم اللي بيذكر ان هي هتكون تميمه مختلفه تماما. يعني كل دوت بيراه الشعب والجمهور المصري العايش داخل دولة قطر، وده الشيء اللي ايضا بيسبب ليهم حزن اكبر بكتير جدا من اللي عايشين باكيد في جمهورية مصر العربية. وجودهم هنا في وسط الاحداث وفي وسط عالم المونديال شيء اكيد بيحزنهم بشكل كبير جدا. ايضا كل الاحاديث اللي اتكلمت من وزير الرياضة القطري ومن كل الجوانب الاعلامية في دولة قطر من لجنة المشاريع والارث وحديثهم معانا احنا بالتحديد كاعلام مصري موجود في دولة قطر عن اسفهم الشديد لعدم وجود المنتخب المصري، واكيد شيء يعني محزن لينا جميعا، ولكن ده قضاء ربنا وقدره بالتاكيد، ولكن ما زلنا مستمرين وما زلنا عندنا الكثير. يعني مصر دايما معروفه بنجومها ومعروفه باساطيرها ودايما هتكون موجوده باذن الله. كابتن مدحت لو هناك اي سؤال كابتن مدحت اتفضل. اشكرك شكرا جزيلا يا خالد، شكرا جزيلا.